أظن بهذه المناسبة وتقديم وتوقيع كتاب مسرح ورشة مفتوحة داخل المؤسسة التعليمية كان بالنسبة لي حدث جد مهم. لماذا؟ لأن حفل تقديم الكتاب تم داخل المؤسسة التعليمية، وهذا الشيء بالنسبة لي يسعدني، لأنني أرى جزء من متوازي مع عملي الإبداعي هو المسألة ديال التكوين ومسألة ديال حث أو دفع الشباب والتلاميذ إلى ممارسة المسرح وإلى التكوين عبر المسرح. وكانت مناسبة أظن للحديث عن المسرح داخل المؤسسة التعليمية، وأظن في أي سياسة تربوية لابد أن يكون هناك مدخل للفنون، وأن تصبح الفنون داخل منظومة التكوين جد أساسية، لأن عبر الموسيقى وعبر المسرح يمكن أن نخلق مواطنا حقيقيا، وبناء الإنسان أظن يتم عبر مدخل الثقافة والفن. إذا بالنسبة لي كنت جد سعيد أن أقدم كتابي وأن ألتقي وأدفع بخصوص شغف المسرح وحب المسرح للتلاميذ. الكتاب الذي صدر في الحقيقة في 2020، ومع الأسف مع الجائحة ما كانش ممكن أننا ننظموا حفل بحال هذا. كنشكر الأستاذ النديري اللي ما كيتخلاش على النشاط بحال هكا باش يساعد الثقافة بصفة عامة. الكتاب ديالي هو عبارة عن سيرة حياتي أنا، اللي في الحقيقة الأمر في أول الكتاب حاولت ما أمكن باش ما نظهرش أنا، يعني أنا اللي هو عبد العزيز، كان عبد العزيز هو اللي كيحكي وأنا ما وراء عبد العزيز. حتى لواحد الفترة معينة من حياتي لوفاة الوالدة ديالي كان بدون أن أشعر تركت سكون أبل لو إيل وعملت لو جو أنا الذي حكى وقال كل ما يشعر به بعد وفاة والدتي. وهذه الفترة في الكتاب الفترة كانت صعبة في الحقيقة، لأن الوفاة الوالدة، المرض الوالد، وهذا ما كانش ممكن أنني نهضر في الغائب، بغيت نكون حاضر، لأن كما يقال لا نبكي إلا بلغتنا، وبكيت بلغتي التي هي أنا. أنا سعدت جدا بحضوري لهذا الحفل الثقافي، حفل توقيع كتاب المسرح ورشة مفتوحة لصاحبه الدكتور بوسلهم الضعيف، وكذلك لكتاب لاتخ اي لو باغيتخ للأستاذ الكاتب عبد العزيز ددا وهو بالفرنسية. وطبعا يأتي هذا النشاط الثقافي في سياق أسبوع ثقافي تنظمه مؤسسة لابيليكسيلونس بتنسيق مع لفونداسيون كريم النميري، وهي كذلك تنظيم مسابقة ثقافية لحث التلاميذ على القراءة أو التفوق في القراءة. إذن طبعا ما يمكن لي إلا نصفق لهذه المبادرة، اللي مبادرة أولا تجمع بين الأب والأم والكاتب والأستاذ والمدير، من أجل ليس فقط التداول في قضايا البيداغوجيا وفي قضايا المقررات المدرسية وهاجس الامتحانات، ولا سيما نحن على أبواب التهيئ والتحضير لامتحانات البكالوريا، لكن تلتقي هذه الثلة في لمة ثقافية من أجل الحديث عن المسرح وعن يعني كيف يكتب الفاعل أو المسرحي نصوصه، كيف يمثل نصه، كيف يقف على خشبة المسرح، ومن أين يستلهم يعني نقولوا العروض ديالو. كذلك بالنسبة للأستاذ دادا الذي كتب كتاب يستحق القراءة، وخاصة أنه يجمع بين السيرة الذاتية ويجمع بين الـ يعني البيوغرافيا، ويجمع بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، ويجمع بين التاريخ إلى غير ذلك.